تشيعي اخونا اللي تتكلم تشيعي؟ لا والله انا سني من ابناء عائشه، من ابناء عائشه رضي الله عنها. نعم. إيه تفضل، ايش تقدر تشرح لنا الايه؟ عنده مداخله ومساءله بسيطه يا اخي الفاضل. تفضل. والسلام عليكم، تحيه الاسلام. عليكم السلام. اخواني الفاضل، انا اتعجب عن الحمله الشرسه على صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه انقطع. سعد. السلام عليكم. سعد ابو كريم، عليكم السلام. لا لا، ما سويت له شيء. لا سعد، اذا اجى سعد. ايه تفضل. سعد تفضل اخونا، انت اللي انقطعت. ايه تفضل اخونا، تفضل. معليش، اعطوني دقيقتين وانسحب. لا لا تنسحب، ابقى ناقشك. ما عليك يا اخي. الاخ الفاضل يقول انه عمر بن الخطاب لم ينجرح ولم يقتل ولم 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 ولم. هذا قائد، لما دخل المعارك وقتل وجرح وضرب ليش كانوا يقاتلون بالسيوف؟ بس لحظة، عم الان بوتين لما يقاتل. لا تشبه الكافر بعمر بن الخطاب، لا تشبه. يقول لك لا تشبه، يعني عمر عندك هتلر. لا تشبه الكافر بعمر، عمر لانه صحابي جليل، لا يشبه بهتلر. علي بن ابي طالب رضي الله عنه ماذا فعل؟ اعطيني مثال على شجاعة علي بن ابي طالب من كتبكم طال عمرك. هذا واحد. خلاص خلينا بالواحد. علي اسمع، علي سلام الله عليه ماذا فعل؟ علي قتل عمرو بن عبد ود في الخندق، علي بن ابي طالب في خيبر عندما قال النبي صلى الله عليه واله: لا بعثنا غدا رجل كرار غير فرار، يحب الله ورسوله. نعم. وهل تعتقد يا اخي الفاضل انه من قال ان النبي قال كره؟ هذا عندنا ويقول عندكم ابو عاش. اي كمل. نعم عندكم. يا اخي الفاضل، يعني انت لحظه بس وقف، لا حتى افهم. انت الان لما الاخ طالب حول شجاعه عمر رجعت تقول اعطيني، يعني انت تشكك في علي بن ابي طالب في شجاعتي؟ لا علي بن ابي طالب، ليش تسالني؟ رضي الله عنه، علي بن ابي طالب كسنه رضي الله عنه وشرف الله مقامه وانزله منازل العليا. نحن نعتبره صحابي من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ال 120 الف علي بن ابي طالب واحد معهم. علي الذي دحر عائشه وطلحه والزبير وجعلهم يفرون من المعارك وهزمهم شر هزيمه، هؤلاء الذين جيشوا الجيوش فقط المدرعه، عفوا الجمل تبع عائشه اشتروه من يعلى في هذا عندما كان ولي على اليمن ب600. هؤلاء الذين جاءوا بجيش جرار، علي بن ابي طالب دحر جيش عائشه وجيش طلحه وجيش الزبير، ثم تتكلم عن شجاعه علي بن ابي طالب عليه السلام؟ هذا الزبير، هذا طلحه اللي عندكم شجعان، الله وكيلك ساروا مثل هذا امام علي بن ابي طالب. وين رحت؟ طيب تفضل سيدنا الحبيب. مولاي ابن حجر في فتح الباري يقول: فما غربت الشمس، هذا جيش عائشة، وحول الجمل عين. زين، هذول اللي كانوا حامين عائشة، فضرب الإمام عليه السلام ضرب الجمل عسكر ضربة مع درعه، ها، قط رجليه ويديه وأجلس الجمل على الأرض وسقط الهودج، سقط هودج عائشة وانتهت المعركة بضربة علي بن أبي طالب عليه السلام. أما عمر بن ود العامري، والله العظيم يكفيكم ما أورده الحاكم النيسابوري في المستدرك، حينما جاء وبسند صحيح جاء عمرو بن ود العامري واقتحم الخندق، فوقف أمام الجيش وهو يدعوهم للمبارزة،
يقول ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز؟ ما يقول له من الصحابة. قام علي بن أبي طالب عليه السلام أجلسه النبي صلى الله عليه وآله. هذا سني مو شيعي الراوي، هذا سني المستدرك والذهبي الحاكم والذهبي. قام مرة أخرى، ثلاث مرات يعيرهم، ثلاث مرات يعيرهم، حتى قام علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول ولقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، اليوم 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 أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. فتبادل الضربات وثارت غبرة، ما رأوا إلا علي بن أبي طالب عليه السلام جالس على صدر عمرو بن ود العامري، فبصق على الإمام علي عليه السلام، قام ورجع له وحزر رأسه وجاء به وانهزم الحيل، ونزل قول الله تبارك وتعالى وكفى الله المؤمنين القتال، كفاهم بضربة علي بن أبي طالب. حينما بلغت القلوب الحناجر، هكذا القرآن يصف يوم الخندق، وتظنون بالله الظنونا، بالله العظيم حذيفة يقول ما كان أحدنا يستطيع أن يذهب يبول يتبول، ما يستطيع من الخوف من الأحزاب، طيب ما يستطيع أحد يقوم. وبسند صحيح طلحة وعمر ابن الخطاب حينما جاء سعد وعليه درعه وهو يرتجز، ها، ومر بهم وين كانوا جالسين؟ تقول عائشة وجدتهم جالسين في حديقة عند ابن كثير، يقول وسنده صحيح، تاركين الحرب وجالسين خاتلين عمر وطلحة والصحابة في حديقة، ها. قالت ما بالكم؟ قال لها عطلحة وأين التحوز والفرار إلا إلى الله؟ فارين وقاعدين بالحديقة. وتقارن لي علي أبي طالب عليه السلام. حجي بس تعقيب بسيط، تعقيب بسيط. الآن سؤال يا أخوان يا سلفية، أيهما أشجع، الذي يبرز إلى الميدان ويقاتل عدوه، أم الذي يتحين ليغدر بعدوه؟ أي الذي يتحين ليغدر بعدوه؟ إخوان الأعزاء اسمعوا نشوف هذا الشجاع اللي يقول عنه أشجع من علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد الفرار الذي فر من مؤتة، هذا الذي فر من مؤتة، ماذا فعل إخواني؟ بسند صحيح عند الخلال في سنة، كتاب السنة الخلال يقول إسناده صحيح، يقول صلى أبو بكر بالناس، ها، فما أتم صلاته حتى قال لا يفعل خالد ما أمرته، قبل أن يسلم لا يفعل خالد ما أمرته. طيب ألقي هذا الكلام على أحمد بن حنبل، قال ما أريد أن تتلى هذه الأحاديث، ما أريد أن تتلى هذا الأحاديث. شنو القضية؟ شنو القصة أخواني؟ القصة وعندنا أيضا موجودة في تفسير القمة عند الفضل بن شاذان في كثير من المصادر. أبو بكر أمر خالد بن الوليد أنه قبل إذا أراد إذا سلم أن يقوم إلى علي بن أبي طالب في الصلاة فيغدر به، يفتك به، ها، يضربه على رأسه وهو يصلي، فحينما أراد أن يفعل ذلك ندم، قال هذا قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. قال ماذا أمرك؟ قال أمرني أن أضرب عنقك قبل أن يسلم، إذا قال السلام عليكم أنا أقوم أضرب عنقك. قال أو كنت تفعل؟ قال نعم. فأمسك به وجلد به الأرض علي بن أبي طالب، وجلس على صدره وأخذ بتلابيب عمر بن الخطاب وضرب به الأرض، قال يا ابن صهاك لقد علمت لولا عهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمت ما كان يحصل. هذا علي بن أبي طالب.